الشروط الكثيرة للاستجابة لا تجب استثناء وتخصيص الأكثر من عموم الآية الكريمة: ادعوني أستجب لكم، لأنه لا دلالة في هذه الآية على أكثر من فعلية الجزاء وهو الاستجابة. أما جهة الاستجابة وأنها بالاستحقاق أو بالفضل من الله تعالى فليس في الآية دلالة على أي منهما. وثانياً، قد تكون الاستجابة بشكل آخر وفي زمان آخر، فيكون الجزاء قد تحقق فلم يستلزم استثناء وتخصيص الأكثر، لأن الروايات المبينة لشروط الدعاء تفسر الاستجابة في الآية الكريمة، فليست هي مخصصة لعموم الآية لكي يلزم تخصيص الأكثر. ومن ناحية أخرى، إن العديد من تلك الروايات تنقح الموضوع في الآية ادعوني، أو تنقح الشرط في الآية إذا دعان، فالذي يدعو وقلبه ساه مثلا لم يدعو الله تعالى حقا وصدقا. وثالثا، إن استثناء الأكثر ليس قبيحا إذا كان لحكمة ما، لأن استثناء الأكثر قسمان: قبيح وهو ما لم يكن له وجه، وحسن وهو ما كان له وجه. وفي المقام يحصل من بعث الناس نحو الدعاء بقوة ووعدهم بالاستجابة، ومن بيان شروط استجابة الدعاء تشجيعهم على الالتزام بتلك الشروط فضلا عن تشجيعهم نحو الدعاء. مقتطف من كتاب لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي.